فين زايد احد؟ لا ما كنت جيش Thank you.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف إني رأيت
وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أمرنا بالصلاة وبين لنا أحكامها وفضائلها وفوائدها وحذرنا من تركها والتهاون بها وتأخيرها عن وقتها والتخلف عن جماعتها ووفدها. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الرحيم وعلى آله وصحبه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فكانوا من المفلحين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم بمعروف إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله تعالى وخذوا الكتاب بقوة ولازموا طاعته بنية وأديموا عبادته بحسن طوية ولا تكونوا في الدين عضين، فإن الله عز وجل قال لسيد الأولين: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معاشر الصالحين، خطبة اليوم تحت عنوان الصلاة الكاملة وآثارها في حياة المسلم، انطلاقاً من قول الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة نور، الصلاة نور والصدقة برهان. الحديث، أيها الناس، فرض الله عز وجل كما تعلمون الصلوات الخمس على الأمة الإسلامية وجعلها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، بل هي أعظم أركانه بعد الشهادتين.
فرضها على عباده المؤمنين وإمائه المؤمنات لكي يرفع بها درجاتهم ويضاعف بها حسناتهم